وفقرتنا الطبية اللي وصلنا لها، هناك إجماع بين الأطباء أنه 80% من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد معنا خطيرة إذا لم تتطور إلى مستوى الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد. هنا الأمر بيختلف تماما. ليش؟ جواب اليوم رح يجاوبنا عليه ضيفنا بالاستوديو الدكتور جان شاهين، اختصاصي في الأمراض الصدرية في مشفى الأسد الجامعي. أهلا وسهلا فيك دكتور. سعد صباحكم. سعد صباح الجميع. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، ضمن الفقرات الصحية التوعوية كتير تحدثنا وعرفنا فيروس كورونا المستجد اليوم، خلينا نعرف متى يمكن أن يصل فيروس كورونا إلى مستوى الالتهاب الرئوي؟ طبعا مثل ما نعرف هو فيروس كورونا هلأ هو حديث الساعة، طبعا ما عم تأثره إعلاميا، صار أغلب العالم عنده معلومات عن الفيروس، أعراضه، عن تظاهراته، عن مساوئه، عن مخاطره. طبعا لازم يكون الكل صار عنده معلومات عن الموضوع. مثل ما بنعرف باخر 2019 وتحديدا مدينه ووهان بالصين، مرضى تم عزل حالات من الالتهاب الرئوي مجهول السبب، كانت عم تؤدي لحالات خطيره، ممكن عم تؤدي لدخول المشفى بشكل متكرر وحالات وفاه. هذا باخر 2019. طبعا تم عزل المدينه مثل ما بنعرف، تم اجراء الدراسه فاكتشفوا انه احد الفيروسات المسبب لهذا المرض هو من انواع الفيروسات التاجية. طبعا هو عباره عن عائله من الفيروسات، ينتمي الى عائله فيروسات قديما كانت معروفه سببت امراض رئويه وصدريه خطيره، منها فيروس سارس 2003 الكل يمكن بيسمع فيه، وفي فيروس مسبب لمتلازمه الشرق الاوسط التنفسي كمان بال 2008 2009 كمان سبب امراض رئويه. الفيروسات التاجية بشكل عام تتميز بولع الشديد بالأنسجة التنفسية وخاصة أنسجة الرئة، خاصة هلأ فيروس كورونا اللي بدنا نحكي عنه عنده ولع شديد بالرئتين. تمام؟ هلأ الكل بيعرف أنه الفيروس بينتقل بشكل أساسي عن طريق القطيرات التنفسية من شخص مريض، عن طريق العطاس أو السعال. تمام؟ فترة حضانة للشخص بين يومين و14 يوم، هي وسطيا بين 5 و7 أيام تقريبا لازم تبلش تظهر عليه الأعراض. طبعا الاعراض اول شيء بقوم بده يتوضع الفيروس اول جهاز التنفسي سواء بالانف او البلعوم، فممكن يعملنا الفيروس اول شيء الام حلق بسيطه ممكن تكون الى شديده، نشفان بالحلق، ممكن تترافق مع الام عضليه مع حراره، هي توضعه بالحلق ممكن يستمر ساعات لايام حسب مناعه الشخص. طبعا بيستعمر مثل ما بنعرف الفيروس هو مو حي، هو عباره عن ماده بروتينيه مع RNA، فهو ما نحي بحاجة إلى خلية يقعد فيها لحتى يتكاثر هذا الفيروس، فبيقعد بالحلق بيعملنا هاي الأعراض ممكن تستمر ساعات لأيام. تمام؟ بعدين ببلش ينزل بالجهاز التنفسي للقصبات، بيعملنا أعراض سعال شديد، ممكن يكون السعال كتير مخرش وكتير كتير شديد. بعدين جاف غالبا هو جاف، إذا ما إجى عليه إنتان جرثومي سنوي فغالبا هو جاف. تماما. بعدين بعد القصبات بده يروح، اذا الشخص ما سيطر، مناعه الانسان ما سيطرت على الفيروس، فهو راح يجتاح النسيج الرئوي. يتميز هاي الفيروس بعدوانيه شديده للنسيج الرئوي. تمام؟ يعني ممكن خلال ساعات يتطور هذا الشيء اللي عم نحكي عنه، اذا مناعه الشخص مانا منيحه ما سيطرت على الفيروس، ممكن خلال ساعات يتطور هذا الشيء لالتهاب رئوي شديد. تمام؟ الالتهاب الرئوي اللي كل ما بيعرفه خطورته تكمن انه بهي الشيء انه بيعمل نخر شديد بالنسيج الرئوي. تمام؟ نخر شديد يعني الاسناخ الحواسلات الرئويه بيصير فيها التهاب، بتصير تفرز مواد، بتعيق تبادل الاكسجين، ممكن تتطور الامور لقصور تنفسي حاد، ممكن يتطور المريض بسرعه لا ينحط على جهاز التهويه الاليه. طبعا هذا التطور في حال مناعه الشخص ما منيحه، بهذا السير ممكن مناعه الانسان باي مرحله من المراحل تسيطر على الفيروس وتحدد الاعراض بجزء محدد. يعني ممكن مثل ما قالت الانسه ممكن 80% من الحالات انه تكون الاعراض بسيطه الى متوسطه اللي هي ممكن تتعالج بالمنزل. نعم. تمام دكتور، خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه. هلا عم نشوف على تغيير الطقس اعراض من الجريب، في كثير اشخاص عندهم يمكن حراره، عندهم سعله، عندهم وجع بالحلق، عندهم ممكن التهاب قصبات، عم يخافوا يروحوا مثلا لعند الطبيب يقول لهم في كورونا، حاله الحجر الصحي. خلينا نوعي هي الحاله قديش مهمه يا جماعه، لحتى ما اذا بعيد الشر عن قلب الكل، اذا صار في حاله وحده قديش هي رح تنتشر بسرعه فائقه بين الناس. خلينا نحكي عن الحاله، اي عرض
بصير معنا، كيف لازم نروح على الدكتور وشو هو الحجر الصحي؟ خلينا نفهم كثير منيح لنا لصحتنا ولصحة غيرنا كمان. تماما، هلا سؤال مهم كثير، كل يوم بينطرح علينا وكل يوم بيحكوا معنا مرضى منشان هي القصة، تمام؟ هلا الأعراض التنفسية، أعراض الكورونا ممكن تتشابه مع أعراض أي إنفلونزا عادية، تمام؟ بدايتها طبعا ممكن هي بتتميز بأنه سيرة أشد من الإنفلونزا العادية، ولكن بالبداية قد تتشابه. آلام عضلية، وهن عام، سيلان أنف، طبعا سيلان الأنف بالكورونا بسيط، ألم حلق مثل ما قلنا، حرارة متوسطة إلى شديدة، بالبداية ممكن ما يكون في حرارة أو ما أنا ملاحظة الحرارة، بعد تمام؟ سبعة أيام في حرارة بيكون تقريباً. هلا حسب كل إذا في كورونا مثل ما قال لك، يعني حسب كل شخص، في عالم عم يتأخر الحرارة عندهم، في عالم عم تبلش بحرارة. هي هي المشكلة، لأنه منظمة الصحة العالمية يعني يومياً بتنزل معلومات، هو فيروس مستجد، فيومياً معلومات أحياناً بتنافي المعلومات السابقة، يعني إحنا عم نقول من يوم السادس ليوم العاشر العوارض هي، وممكن الفحص بعد 15 يوم، هلا في حالات لا، بتقول لك بعد 21 يوم، بعد شهر، هون عم يكون الخوف من يعني كشف هي العوارض، اذا هي عوارض فيروس كورونا او هي غريب او هي حاله تحسسيه بشكل تماماً. عام. تماما، هلا نحن مثل كمان قلتي نحن حاليا الطقس تحسسي، فممكن اي حدا بشكل عام يشكي من اعراض تعطيس، من سيلان انف، من نشفان بالحلق، من دماع، عطاس، يعني اعراض بتشبه الكورونا. نحن امام اي عرض تنفسي حالي عند مريض بيحكي معنا او بيتواصل معنا، تمام؟ نحن بنقول له للمريض اول شيء شو الاعراض اللي عم تشكي منها؟ الحراره مهمه، في حراره ولا ما في حراره؟ تمام؟ اذا ما في حراره ممكن تكون يا انفلونزا بسيطه، تمام؟ فلو بنقلها، اعراض فلو يعني سيلان انف، تعطيس، دماع، بدون احيانا مع حراره بسيطه او بدون حراره، او اعراض تحسسيه ممكن تكون. فنحن امام اي اعراض مجهوله او لساتها ببدايتها بنقول للمريض اقعد ببيتك، اشرب سوائل، قوي مناعتك، وحاول تعزل حالك عن المحيط، يعني عن المحيط ببيتك، ادواتك لحالها، اعتني بالنظافه الشخصيه. حتى ببيته لازم يعزل حاله قدر الامكان، بده يعزل حاله، تمام؟ خاصه هي الفتره. والتوصيات الحديثه، اي حدا مشكوك باصابته بانفلونزا لازم يعزل حاله بغرفه مفرده، تمام؟ يكون شخص واحد عم يتعامل معه، عم يعطيه هذاك، لحتى تبين شو نحن وين رايحين، رايحين بكورونا، رايحين بانفلونزا عاديه، رايحين باعراض تحسسيه، ما فينا نعرف. الحراره عرض مهم طبعا، بس مو ضروري تبين من اول شيء. فنحن مبدئيا امام اي عرض ممكن يبلش بسيط، بنقول للمريض حاول سوائل، زهورات، هي حاول تخفف قد ما فيك، ممكن يعتمد على البنادول بس، حاول قد ما فيك تخفف صادات حيويه، ما في داعي للصادات الحيويه طبعا، ما في داعي للبروفين، للديكلوفيناك، بنحاول نتجنبه لو انه كل يوم عم تطلع توصيات جديده، عالم بتقول مع، عالم بتقول ضد، نحن قد ما فينا. التوصيات الاخيره هو ضد اي شيء انتي بيوتيك و تماما، حاليا مثل ما انا بقول لك، حاليا السوائل وتقويه المناعه وعلاج الاعراض فقط، يعني اذا سيتامول، سيتامول بنادول او سيتامول باراسيتامول بالاحرى، تمام؟ هو حاليا ممكن نستخدم اذا في سيلان مضاد احتقان، ممكن نستخدم دواء للسعال الخفيف، ممكن نستخدم شيء ثاني. بنقعد بالبيت بنراقب الاعراض 48 ساعه طبعا، بالتواصل مع الطبيب في حال تطورت اعراض جديده، صارت حراره معنده، تمام؟ صارت اعراض ضيق نفس شديده. الحراره، عفوا دكتور، الحراره اذا تجاوزت 3 ايام هو ما بيصفى قريب، تمام. عادي، ما بقى 40 ل 72 ساعه بتصير مقلقه، ممكن قريب عادي يعمل، بس نحن بس تقطع صرنا ناقص خطر، بدي انتبه يعني هون، لانه في حاله بتقعد 3 4 ايام حراره مرتفعه، بس صرنا ناقص خطر بدي انتبه انه مش قريب عادي في تماما شيء. هلا ممكن مثل ما قلت لك انواع من الانفلونزا تعمل حراره وتضل 4 لـ5 ايام واحيانا اكثر، بس نحن حاليا بما انه بالوباء موجود، فنحن امام اي حراره تستمر 48 ل 72 ساعه، يعني نحن بنقول اكثر من اللازم، نحن بدنا نشعر بالقلق تجاهها. طبعا مثل ما قلنا الحراره مانا بالكورونا مانا عامل خطر، اهم عامل خطر مثل ما قلنا الشيء اللي بيشير لانتان رئوي، اللي هو غالبا ببلش بضيق النفس والسعال الشديد. نحن السعال ممكن يكون انتان قصبي، بس يبلش ضيق النفس فنحن بيروح بالنا انه صار في انتان رئوي بالموضوع. بس دكتور هون نشير لنقطه كثير مهمه قبل ما نوصل للانتان الرئوي، هي النظافه العامه، تمام، اليوميه اللي ممكن انا القط هيدا الفيروس بس قبل ما يفوت للجهاز التنفسي، يعني النظافه اليوميه من خلال الغسول والمضمضه، لانه الفيروس بيعلق اول شيء بالحلق، فانا فيني اقضي عليه اذا كانت مناعتي قويه، يعني انا فيني اتجنب ممكن القط هذا الفيروس من خلال السوائل الدافيه، من خلال المضمضه يوميا صبح ومساء، لانه هو في له فتره زمنيه بيبقى عالق هون بعدين بينزل، بعدين الهدف بينزل.
لانه ما ينزل على الرئه، لانه خلص متى ما نزل على الرئه هو بيحتل الرئه، بيصير مكانه المفضل لهذا الفيروس. تمام. خلينا نشير لهي النقطه، لانه انا في كثير من الناس تضطر تنزل على مكان عملها تحتك مع الاخرين، بس لازم يكون في احترازات للتصدي لهذا الفيروس. النظافه العامه مثل المضمضه، كيف فيني فرش اسناني، غسول يومي، السوائل الدافئه، قديش فعلا ممكن تقوي هالمناعه وتقتل الفيروس اذا دخل. تماما. هلا نحن ذكرتي انه اللي عنده مثلا عمل او شيء يفضل اللي عنده اعراض بتشبه الانفلونزا او اعراض تنفسيه يفضل يرتاح ببيته. تمام. نحن نقول اي مريض هو ناقل للعدوى، حتى حاليا التوصيات اذا اعراض بسيطه يفضل لا يراجع دكتور ولا يراجع قسم اسعاف، مثل ما قلنا يقعد ببيته بغرفه لحاله، ياخذ سوائل، سوائل كثير مهمه، السوائل الفاتره وليست البارده. تمام. الغرغرة بمي وملح كثير مفيدة، ولو انه هي مانع علاج، العالم بنعتبرها علاج، هي مانع علاج، هي تطهير يعني، هي يعني وسيلة من وسائل الوقاية، او فينا نعتبرها اذا الفيروس مثل ما قالت الانسي، اذا الفيروس موجود بالحلق ممكن السوائل الفاترة تمام تطرحه على المعدة، المعدة بتحطم هذا الفيروس، شرب السوائل الفاترة او الغرغرة وهذاك ممكن تطرد الفيروس، فهي تقوية المناعة كثير مهمة بهذا الموضوع. تمام. طبعا بتقوي المناعة ما بدنا نضل نقول نذكرهم على طول، غير انه موضوع السوائل، غير موضوع البرتقان، غير موضوع الهداك، دائما عندنا الغذاء المتوازن كثير بقوي المناعه. يعني الغذاء المتوازن ما بدنا نعتمد نقول والله انا باكل هي الصنف بقوي لي مناعتي، لا، احنا الغذاء المتوازن الكامل هو بيعمل حمايه للجسم، يعني متكون من بروتين بجزء مهم، سكريات بكمية مدروسة، أقل شيء سكريات مدروسة، يعني والكربوهيدرات بكمية مدروسة. تمام. نحن طبعا الخضار والفواكه، قصة كافي من النوم كتير مهم، ممارسة الرياضة كتير مهمة، الإقلاع عن التدخين كتير مهم، كل هدول عوامل بتساعد بالوقاية من الفيروس. نعم. طبعا مشان اذا اجانا الفيروس يكون مناعتنا جاهزه للتصدي لفيروس كورونا، حيث نحاول نسيطر عليه قبل ما يوصل للانتان الرئوي. نعم دكتور، يعني معلومات كثير مهمه اليوم حكينا فيها، وان شاء الله العالم يكونوا استفادوا. بس بالختام بدنا نتشكرك، وبدي ارجع اقول لكل حدا بحس بعارض، اي عارض من اللي ذكرهم الدكتور، فورا يتوجه الى طبيب مختص او الى الهلال الاحمر او اي مشفى مختصه لحتى يعني يحمي حاله ويحمي اللي حواليه. شكرا كثير لك دكتور، شكرا لك، اهلا وسهلا، شكرا لك دكتور.